قبل ما نبدأ عاوز أقول لكم إن المسلسل ده حصل ولسه بيحصل كل يوم، وتعددت الأسباب والوجع واحد، فصبركم عليا وخليكم معايا لأن العبرة في نهاية الحكاية. مدرس بيحتجز الطلاب بتوعه كرهائن في الفصل وبيقتل واحد منهم كل 8 ساعات، ليه وعشان ايه؟ ده اللي هنعرفه مع مسلسلنا الرائع واللي هو مستر هيراجيز هوم روم او صف الاستاذ هيراجي. فخليكم مع دانيفليكس للنهاية علشان تعرفوا التفاصيل الصادمة والمشوقة للحكاية. وبيبدأ المسلسل مع المدرس هيراجي اللي بيكون واقف فوق السطح وبيستعد للانتحار، وبيكلم نفسه ويقول كفاية لحد هنا لأنه ما بقاش قادر يستحمل، وإنه عمل كل اللي يقدر عليه في العشر أيام اللي فاتوا لكن مفيش فايدة، وبيقول أنا كده أديت رسالتي وأقدر أموت وأنا مرتاح. لكن وقبل ما يقع من فوق بيرجع بذاكرته المشاهد في دماغه عن بنت في المدرسة، وبيفتكر يوم 1 مارس لما كان قاعد في مكتبه وبتدخل عليه مدرسة زميلته اسمها ميرا وبتقول له يلا علشان يعمل تمارين الصباح اللي المدرسين متعودين يعملوها كل يوم، وبيدخل عليهم مدير المدرسة ويقول لهم ان حفلة التخرج كمان 10 ايام وعايز المدرسين يبذلوا جهدهم علشان الحفلة تتم على خير. وبيتكلم مع مدرس اسمه تسوجوي ويقول له ان اولياء الامور بيشتكوا من طريقة معاملته مع اولادهم في التدريس، لكنه بيرد عليه ويقول له ببرود حاضر هحاول أعدلها. ولما تكون الأني سميرة بتتكلم لسه مع الأستاذ هيراجي بيدي لهم زميلهم كتابين هدية من تأليفه. بعدها فراش المدرسة بينادي على هيراجي ويقول له إن في طرد جايب اسمه من البريد، وبيروح هيراجي يستلمه وهو في طريقه لمكتبه بيرخموا عليه بنتين، وواحدة منهم اسمها أسامي بتخبط فيه وتوقع الصناديق على الأرض، وبتحاول بنت رقيقة اسمها كيانو إنها تساعده لكن هيراجي بيرفض ويقول لها تروح على فصلها. بعدها بيدخل هيراجي المكتب فاضي ويفتح الصناديق اللي جات له ويخرج منها لعبة ويمسكها في ايده ويبص للمرايه اللي جنبه. ونروح مع هيراجي في الفصل مع الطلبه وكان بيستعد علشان يديهم حصه وبيسال اذا كان كل الطلبه موجودين، لكن بيدخل بعده طالب اسمه كاي ومعاه اصحابه المتنمرين، وهم رايحين مكانهم واحد منهم بيزق هيراجي ناحيه الباب وكان هيوقعه فبيضحكوا عليه ويقولوا له يا بوجي، وهنا بيقفل هيراجي الباب ويقول لهم كلام غريب وهو انهم من دلوقتي بقوا رهائن عنده ومحدش هيخرج من الفصل، فبيضحك على الطلاب وبيتريقوا على كلامه ما عدا كيانو. ويكمل هيراجي كلامه ويقول لهم انه لازم يصفي حسابه معاهم قبل حفلة التخرج، فبيزهق كاي من كلامه ويحاول يخرج من باب الفصل اللي وراه لكنه ما بيعرفش يفتحه، فبيقول له هيراجي انه قفل الابواب بطريقة خاصة ومحدش هيقدر يخرج غير لما هو يعوز، فبيتعصب كاي ويروح علشان يضربه بس هيراجي بيفاجئه ويضربه وياخد من جيبه مطوة ويقول له ما ينفعش طالب يشيل الحاجات دي، فبيهجم عليه اصحابه المتنمرين بس هيراجي بيضربهم كلهم، وهنا بيتفاجئ الطلاب من قوة وبراعة هيراجي في القتال وكأنه شخص تاني. وكمان بيقول لهم هيراجي أنا هثبت لكم أني بتكلم بجد، وبيفتح اللابتوب بتاعه ويدوس على زراره وبيحصل انفجار. بعدها بيفتح لهم الباب ولما بيخرجوا بيلاقوا الطريق مسدود بسبب الانفجار. في الوقت ده المدير والمدرسين بيخافوا من صوت الانفجار اللي حصل وبيأمر المدير بإخلاء المبنى، وبيهدد هيراجي الطلبة ويقول لهم أن في قنابل في كل مكان في المدرسة وأنه هيفجرهم لو بس حاولوا يمشوا، وبيأمرهم يرجعوا الفصل وينفذوا كلامه. ولما بيرجعوا معاه بيوريهم خريطة ويقول لهم على أماكن القنابل وإن زرار التفجير معاه في الساعة، ويقول لهم إن مفيش غير أوضة الرسم والحمام اللي ما فيهمش المتفجرات. بعدها بيلم منهم الموبايلات علشان محدش يكلم حد، ولما بيوصل لكيانو بتسأله هو بيعمل كده ليه لكنه ما بيردش عليها. بعدها بيسمعهم صوت موسيقى ويقول لهم ده معناه دخول المدرس للفصل، ولما تسمعوه تقوموا تقفوا وتحيوا المدرس بتاعكم بكل أدب واحترام، وبيهددهم بالساعة اللي في إيده. وفعلا الطلاب بينفذوا أوامره ويقفوا ويحيوه، وبعد ما بيقعدوا بيقول لهم هيراجي طبعا عايزين تعرفوا سبب اني عملت كده معاكم بالذات، وبيسأل أسامي فتقول له يمكن عشان بنعملك وحش ونقول لك يا بوجي، فبيقول لها ممكن يكون عندك حق انتم مشاغبين بالفعل لكن في طلبة كتير زيكم في المدرسة مش بيعملوا اي احترام للمدرسين وبيتنمروا عليهم يبقى مش هو ده السبب، وبيقول لهم هساعدكم تخمنوا السبب، في حاجة حصلت في الفصل هنا وما حصلتش في باقي الفصول، فبتقول واحدة اسمها سوا يمكن تقصد ان في طالب هنا عمل خناقة وتورط مع الشرطة، فبيقوم طالب ويقول لها تقصدي ايه، وهنا بيضحك هيراجي ويقول لها تقصدي حادثة الجرح لكن لا مش هو ده السبب. بعدها بيروح لديسك فاضي وبيهبده في الارض علشان الكل يبص ناحيته، وبيقعد عليه ويقول لهم ها دلوقتي عرفتوا انا بتكلم عن ايه، فبتبص عليه كيانو وتفتكر بنت صاحبتها كانت بتقعد هنا وبتقول له انت بتقصد رينا، وبيقول لها برافو عليكي اجابه صح لان الحاجه الوحيده اللي حصلت هنا وما حصلتش في باقي الفصول هي فقدان طالب من الفصل، وهنا الطلاب بيبداوا يدافعوا عن نفسهم ويقولوا ان رينا انتحرت واحنا ملناش ذنب، فبيقول لهم هيراجي ان في حد في الفصل
الأصل هو السبب في انتحارها، وقدامهم لحد الساعة 8 يتناقشوا مع بعض ويعرفوا سبب انتحار رينا، وإن كل إجابة غلط هيقولوها هيقتل واحد منهم، وبعدها بيختار كيانو علشان تبلغه بالإجابات اللي هيتوصلوا ليها، لكنها بترفض، فبيقول لها على كده يبقى كمان هيقتل واحد لو ما وافقتش. فبتوافق رينا وبحاول طالب منهم يكسر أزاز الفصل بالكرسي لكنه بيفشل، وبيقول له هيراجي يريح نفسه لأنه ركب أزاز ضد الكسر، وده علشان هو هنا مش بيلعب ولا بيهزر، وإنه خطط لكل ده من وقت ما مسك الفصل من 6 شهور، وبيقول لهم إنه هيروح أوضة الرسم علشان يسيبهم يفكروا براحتهم، وبياخد معاه حاجتهم وموبايلاتهم. وقبل ما يخرج بيسأله طالب إيه اللي هيحصل اللي تسبب في انتحار رينا، فبيقول له هيراجي وقتها هنفكر في عقاب مناسب ليه. وبتخرج وراه كيانو وتقول له اشمعنى انا اللي اخترتني، فبيقول لها علشان انت كنتي صاحبتها، لكن كيانو بتقول له لا هي ما كانتش معتبراني صاحبتها، وبتقول انها عرفت كده من الجواب اللي سابته لها قبل انتحارها. فبيقول لها طب ليه ما سالتيش نفسك هي سابت لك جواب ليه واحنا في عصر التكنولوجيا، وعلشان كده هستنى منك ومن اصحابك تقولوا عن سبب انتحار رينا. بعدها بيسيبها ويدخل اوضه الرسم ويقفل الباب، وهنا الطلاب بيبداوا يتناقشوا مع بعض، في منهم اللي ما كانش مصدق ولسه فاكر ان كل ده هزار، وفي اللي افتكر ان ده عباره عن اختبار ليهم. فبتجيلهم فكره انهم يشاوروا على المدرسين من الشبابيك. في الوقت ده المدير والمدرسين بيلاحظوا اختفاء فصل كامل، ولما يبص المدير على شبابيك الفصل بيقول هي اتغيرت من امتى، وهنا الطلبه بيسمعوا صوت هيراجي وهو بيكلمهم في الميكروفون ويقول لهم ان الشبابيك دي بتخلي اللي جوه يشوف اللي بره بس مش العكس، فما يتعبوش نفسهم. وهنا الطلبه بيلاحظوا كاميرا في الفصل وبيعرفوا ان هيراجي بيراقبهم، وفي اوضه الرسم بنلاقي هيراجي قاعد وقدامه شاشات كتير كشف المدرسة كلها، وبيقول للطلاب لو حد حاول يكسر الكاميرا هفجر الفصل باللي بيه، وبيرن عليه مدرس زميله ويقول له انه هيطلب فريق الانقاذ علشان الطلبة، فبيقول له هيراجي ملوش لازمة وانه واخدهم رهائن عنده، وبيقفل السكة في وشه. فبيحكي المدرس للمدير على اللي هيراجي قاله له، وبيظهر 2 محققين هم مياجي وجونجي واللي كانوا بيجروا ورا حرامي، فبيجي لهم اتصال من رئيسهم يقول لهم على حكاية الفصل، وبيدخل 3 طلاب الحمام وواحد منهم بيقول انه اشترى موبايل جديد امبارح ومحدش كان يعرف عنه حاجه، وانهم ممكن يكلموا الشرطه منه، لكن هيراجي بيعرف ويقول لهم في الميكروفون انه جاي ياخده، وفعلا بيروح وياخده منهم يخليهم كمان يساعدوه في قفل شباك الحمام بلوح حديد. واما المدير والمدرسين فبيقرروا يبلغوا الشرطه، لكن بيقطع كلامهم وصول المحققين وبيقول لهم ان هيراجي اللي كلمهم. بعدها بيتكلم هيراجي في الميكروفون الكبير وبرحب بالمحققين ويقول لهم انه كلف الطلبه بمهمه وعايزهم يستنوا لحد ما يخلصوها ومحدش منهم يتدخل وإلا هيموتوا كلهم. وهنا بيدوس على زرار الساعة وبفجر كشك فاضي جنبهم علشان يخوفهم. بعدها الطلاب بيبدأوا يتعاونوا وينفذوا اللي قال عليه هيراجي لأنه ده الحل الوحيد علشان يسيبهم يروحوا. في الوقت ده بياخد المحقق من المدير تابلت عليه كل بيانات هيراجي، وبيعرف منه إن اسمه الكامل هيراجي إيبوجي وعنده 27 سنة وتوظف في المدرسة من 2 سنين ومسك الفصل من 6 شهور، وإنه مدرس رسم بدل المدرسة القديمة اللي سابت المدرسة بعد انتحار الطالبة رينا. وهنا المحقق التاني بيمسك صورة رينا ويطلع إنه عارف لانها اخدت جايزه في السباحه، ولحد دلوقتي محدش يعرف سبب انتحارها. ونرجع لهيراجي اللي بيكون لسه في اوضه الرسم وبيرسم لوحه رينا وبيقطع اللوحه بالسكينه. وفي الفصل الطلاب كانوا بيفكروا مع بعض بصوت عالي، وواحد منهم بيسال عن علاقه هيراجي برينا وعلى انه يعرفها منين لانه مسك الفصل بعد ما هي انتحرت فورا. فبيقول واحد كنت بشوفه دايما بيرسم رينا، ولما كنت بصور المدرسه بالكاميرا بتاعتي طلب مني اضيف صوت رينا على الفيديو، وده بحسب كلامه لانها تعتبر نموذج للمدرسه. وهنا الطلاب بيستغربوا من اللي سمعوه وبيفكروا ان هيراجي مريض ومهووس برينا، وبيتكلموا عن رينا ويقولوا انها كانت طالبه منطويه وما بتصاحبش حد، وبيسالوا واحده اسمها كاهو عنها لانها دايما كانت بتروح مع رينا كل يوم، لكنها بتقول انها ما كانتش صاحبتها وانها كانت مصاحبه كيانو، واكيد كيانو هي اللي هتكون عارفه حاجه عنها ممكن تساعدهم، فبتقول لهم كيانو انها برضو ما كانتش قريبه منها، بس بينها وبين نفسها كانت كيانو بتقول انها اعز صاحبتها. وبترجع كيانو بذكرياتها لما كانت معجبه برينا وكانت دايما بتصورها من بعيد لانها شجاعه وقويه ومش جبانه زيها، وفي مره نامت كيانو والصور قدامها، ولما صحيت لقيت رينا قدامها وبتسالها انت ليه بتصوريني من غير ما اعرف، فبتتوتر كيانو وتحاول تفهمها انها نفسها تتعرف عليها اكتر، فبتوافق رينا وتاخد موبايلها علشان تسجل لها رقمها، لكنها بتشوف صورتها خلفيه على الموبايل وبتضحك، ومن وقتها بيبقوا اعز اصحاب
ودايما يخرجوا مع بعض ويجيبوا هدايا لبعض، وبقت رينا تروح مع كيانو وسابت كاهو المتنمره، وبترجع كيانو للحاضر وبتلاقي بعض الطلبه بيقولوا كلام وحش على رينا زي انها كانت بتاخد منشطات علشان تحقق بطولات في السباحه، وعشان كده اكيد جالها اكتئاب وانتحرت. فبتزعل كيانو وتروح الحمام وتطلع الجواب اللي سابته رينا وتقراه، وكان مكتوب فيه: انا اسفه سامحيني مش هقدر اكون صاحبتك. ولما بيخل الليل عليهم بيجوا عائلات الطلبه المدرسه علشان يطمنوا على اولادهم، والتلفزيون بيتكلم عن الموضوع ورئيس المحققين بيجي ومعه قوات خاصه وبيحاولوا يدخلوا المبنى، واكيد هيراجي بيشوفهم في الكاميرات، فبيرجع الفصل ويقول لهم عايز الاجابه علشان باقي ربع ساعه بس والمهله تخلص. واما الامن فبيفشلوا بدخول الحمام بسبب اللوح الحديد. في الوقت ده الطلاب بيطلبوا من كيانو تقول لهيراجي السبب اللي اتفقوا عليه، فبتقول له ان رينا انتحرت لما انتشر اشاعه انها بتاخد منشطات علشان بطوله السباحه. ولما بيسالها هيراجي عن رايها في الموضوع بتقول له ان بعد انتشار الخبر الطلبه بداوا يعاملوها وحش ويتجاهلوها، وكمان بعتت لها رساله قالت لها انها مختلفه عنها ومش هينفع يكونوا اصحاب، وعلشان كده كيانو كمان تجاهلتها معاهم. وهنا الطلاب بيتعصبوا وبيبداوا يزعقوا لكيانو علشان اتهمتهم انهم السبب في انتحار رينا، وبيبداوا يتنمروا عليها ويقولوا لها انها ملهاش راي ومحدش بيحبها وانها غريبه ومتوحده. لكن كيانو ما بتكونش مركزه في كلامهم وبتفتكر ذكرياتها مع رينا وكلامها ليها لما كانت بتقول لها لو حد اتكلم عني وحش هتدافع عني مش كده، ووقتها بتسمع واحد في الفصل بيتكلم وحش عن رينا وبيطعنها في شرفها، فبتتعصب وبتهجم عليه وبتضربه وتوقعه على الارض. وهنا كيانو بتزعق لهم علشان يسكتوا وتقول لهم انهم مش عارفين عنها حاجه، وبعدها بتقعد تعيط وتقول انا اكتر واحده استاهل الموت علشان ما فهمتش رسالتها ليا او عملت نفسي مش فاهمه، وده علشان خفت تتنمروا عليا وتتجاهلوني زيها. وهنا بتروح للمدرس هيراجي وتقول له انا السبب في انتحارها يا استاذ وهي دي اجابتي. لكن الاستاذ هيراجي بيقول لها انها غلطانه وان رينا قالته عن السبب لما كان بيرسمها، وبيقول لهم قدامكم 10 ايام وتعرفوا الاجابه الصح علشان لو جاوبت غلط لازم تتعاقبوا. لكن في الوقت ده بيهجم عليه كل الشباب وبرغم كده بيضربهم كلهم، بس ولما بيتكتروا عليه بيقدروا يكتفوه. وهنا بيدوس على الساعه وبتنفجر قنبله صغيره في الفصل وبيفلت منهم، ولما كان المفروض يختار حد يموته كلهم بيختاروا كيانو، لكنه بيقول لهم انتوا شكلكم لسه ما اتعلمتوش الدرس، وده علشان ولا حاسين بمعاناتها وهي بتحكي عن صاحبتها اللي ماتت ولا تاثرتم حتى باي حاجه خالص، وعلشان كده انا هخليكم تحسوا بالمعاناه اللي عاشتها رينا في العشر ايام دول. وبيختار واحد من الطلاب اسمه رين ويقول له انت اللي هتموت كعقاب، وبيضربه بالمطوه وبيسحب الجثه لاوضه الرسم، وبيقول لكيانو تجيب اللاب وتروح معاه. وهناك بتشوف صوره رينا المتقطعه ووراها صوره تانية وهي بتضحك، لكن هيراجي بيقول لها ترجع الفصل. بعدها بيطلع هيراجي لايف على تطبيق وبيطلب من كل المشتركين يبعتوا 100 ين علشان يستمر في المتعه اللي بيقدمها لهم، وفعلا الناس بتبعت الفلوس علشان يعرفوا ايه اللي هيحصل للطلاب. ولما بيمسك هيراجي موبايله بنشوف عليه صوره بنت حاططها خلفيه، والبنت دي بتظهر في اوضه وبيدخل عليها شخص غريب ويقول لها العشاء جاهز. واما الاعلام والتلفزه فبيفضلوا يتكلموا عن المدرسه واللي بيحصل للطلاب جوه الفصل، وبيتظاهر مدرس من المدرسه انه متاثر وبيعيط علشان بس يطلع في البرنامج ويتشهر. وتاني يوم في الفصل بيجبر هيراجي الطلاب انهم يعملوا تمارين الصباح ما عدا كاي اللي ما كانش راضي يتدرب معاهم، لكن هيراجي بيروح له ويهدده ويخليه يعمل معاهم. وفي الاوضه اللي فيها المدير والمدرسين والضباط بنشوف ابو وام رين بيعيطوا وهم مصدومين لما عرفوا ان ابنهم مات. بعدها بيدخل مدرس ويقول ان هيراجي بيتصل بيه، ولما يرد عليه بيقول له الدين المحقق، فبيقول له هيراجي ان هدفه يجمع 5 مليار ين ومش هيسيب الطلبه غير لما المبلغ يكمل. لكن المحقق بيشك في كلامه ويروح يحقق مع الاشخاص القريبين منه علشان يعرف الحقيقه. وفي الفصل بنشوف طالبه كانت قريبه من رين اللي مات بتروح لكيانو وتتخانق معاها وتقول لها انها سبب موت رين، وكانت عايزه تضربها لكن بقيه الطلبه بيمنعوها. واما هيراجي فبيفتح اللاب وبيتفرج على مقاطع فيديو فيها كاهو وهي بتحاول تتقرب من رين علشان تصاحبها، وبيفتح فيديو للبنت اللي صورتها على موبايله وهي بتقول احنا كمدرسين ايه اللي نقدر نقدمه لتلاميذنا علشان يحبونا. لكن فجاه بيظهر له انذار وبيشوف اتنين من الطلبه داخلين عنده، فبيقابلهم على الباب وبيطلبوا منه اكل معين علشان جعانين، فبيقول لهم روحوا الفصل وانا هاجي لكم. لكن وهم واقفين بيشوفوا حاجه في الاوضه تخليهم يبصوا لبعض وهم مستغربين، وهنعرفها شويه كمان. ولما يروح هيراجي الفصل بيوري الطلاب ورق مطبوع عليه كومنتات من التطبيق اللي طلع عليه لايف، وبيقول لهم لما اشاعه المنشطات لصاحبتكم رينا انتشرت محدش فيكم دافع عنها وكمان كتبتوا تعليقات سلبيه، وبيوري
بوريهم فيديو رينا وهي بتاخد علبة منشطات من خزانتها وبتشربها، وبيقول لهم الفيديو ده مزيف وحد مفبركه وهو ده سبب انتحار رينا، وانا عايز اعرف مين في كل صورها وزيف الفيديو ده. وبيديهم مهلة لحد 8 بالليل، ولو اللي عمل كده ما اعترفش هيقتل واحد منهم. في الوقت ده المحققين بيروحوا للمدرسة القديمة اللي كان شغال هيراجي فيها، وبيقابلوا المدير وبيسألوه عنه، فبيقول لهم ان هيراجي كان مدرس كويس جدا ومحدش اشتكى منه، بس انا سمعت اشاعات انه كان بيعامل خطيبته وحش، وخطيبته دي كانت مدرسة عندنا هنا ودلوقتي قاعدة في البيت علشان بتتعالج نفسيا. بعدها الاثنين اللي كانوا عند هيراجي علشان الاكل بيقولوا لزمايلهم انهم شافوا في اوضه الرسم ساندوتشين متاكل منها، وان ممكن يكون رين لسه عايش وهيراجي بيخوفهم بس، فبيتفقوا مع بعض انهم يسرقوا جهاز التحكم اللي معاه. واما كيانو فبتقرا الكلام اللي في الصور وبتفتكر لما كانت رينا بتحكي لها ان حد حط الكوتشي بتاعها في الحمام، وحد كمان قطع هدوم السباحه بتاعتها، وحد تاني كسر ازاز اوضتها. وهنا بتطلع كيانو منديل كانت واخداه هديه من رينا، فبتشوفها كاهو وبتخرج بره الفصل تعيط، وبتفتكر لما كانت مديه منديل زيه رينا بس كان هدفها انها تصاحبها علشان مشهوره وتتصور معاها وبس. وعلشان رينا حست بنيتها الحقيقيه رجعت لها المنديل وسابتها ومشيت. فبتروح لهيراجي الاوضه وتقول له يوقف اللي بيعمله لان مفيش حد هيعترف على نفسه، ولما يقول لها انت عارفه ايه اللي هيحصل لو اللي عمل كده ما اعترفش، بتقول له مش بيهمني طالما مش انا اللي هموت. وهي خارجه بتشوف اتنين سمعوا كلامها، وبتقابل كاي ومعاه اتنين اصحابه ماسكين حديد علشان يضربوا هيراجي، وباقي الطلاب بيروحوا اوضه هيراجي وحاولوا يفتحوا الباب لكنهم بيلاقوه متكهرب، فبيظهر لهم هيراجي ويقول لهم لو عملتوا كده تاني هعاقبكم. واما المحققين فبيروح البيت شخصه، لما بيفتح لهم بيطلع هو نفس الشخص اللي كان بيتكلم مع البنت اللي هيراجي حاطط صورتها على موبايله على انها خطيبته، وبيقول لهم ان هيراجي هو اللي عمل فيها كده. ولما يكون باقي 15 دقيقه على الساعه 8 بيتعصب كاي وبيفضل يتخانق مع اللي في الفصل، وده علشان يعرف منهم مين اللي صور الفيديو ده. فبتقول واحده من الطلبه الكاهو مش انت كنت صاحبه رينا وبتمشي وراها في كل حته، ليه بعدت عنها؟ فبتقول لها كاهو مالكيش دعوه. وبيدخل هيراجي الفصل ويقول لهم عايز الاجابه، وقبل ما يختار طالب يقتله بيرن موبايله ويلاقي نفس الشخص اللي كان بيتكلم من شويه مع المحققين، ولما بيرد عليه بيلاقي ان اللي بيكلمه هو المحقق، وبيزعق هيراجي معاه ويقول له هي قالت لك ايه عني. فبيستغل كاي واصحابه الموقف وبيهجموا على هيراجي وياخدوا منه الساعه، بس هيراجي بيطلع عامل حسابه لكل حاجه ولابس ساعه مزيفه في ايده والساعه الاصليه لابسها في رجله، وهنا بيدوس عليها وبيفجر الباب. بعدها بيوقف الطلبه جنب بعض ويقول لهم انه هيعاقبهم، لكن كاي بيقول له انه ما يقدرش يعمل حاجه وانهم عارفين ان رين عايش. فبيقول له هيراجي يعني مش خايف مني؟ وبيمسك الساعه علشان يفجر قنبله. فبتقول له بنت واقفه يعني انت لو عرفت مين الجاني هتسامحنا؟ وبيقول لهم اه. وهنا الطلاب بيبداوا يتحايلوا على اللي عمل كده علشان يعترف، فبترفع كاهو ايدها وتقول لهم انا اللي عملت كده. وهنا بيطلب منها هيراجي باسورد دخولها للتطبيق، فبتتوتر وما بتعرفش ترد، لكنها بتعترف انها بالفعل هي اللي عملت كده وبتديله الباسورد، وبيتصدموا كلهم. فبتقول كاهو كيانو هي السبب لاني كنت صاحبه رينا الوحيده لحد ما كيانو ظهرت في حياتها وفضلتها عليا، وبتعترف انها اللي عملت كل الحاجات الوحشه اللي كانت رينا بتحكيها لكيانو، وبتقول لها انا بكرهك وبتمنى تموتي. وبتقول كمان انها لقيت الفيديو في اسطوانه في شنطتها لكنها مش هي اللي صورته بس هي نشرته على التطبيق. فبتقول لها كيانو انت ليه عملت كده؟ انا لو اعرف كل ده كنت بعدت عن رينا لو ده هيخليها تفضل عايشه. وهنا بيقول لها هيراجي انها انانيه وما بتهتمش غير بنفسها، وان رينا كانت بتحبها وكانت بتقول ان اللي حصل ما بينهم كان غلطها هي، وانها بالفعل كانت عاوزه تبقى صاحبتك يا كاهو، وعلشان كده ذنبها في رقبتك. فبتعيط كاهو وتصرخ، وبتروح كيانو تقعد جنبها وتوريها المنديل وتقول لها ان رينا قالت لها ان الشخصيه دي هي المفضله عند صاحبتي ودايما كانت معتبراكي صاحبتها المقربه، لكن تصرفاتك يا كاهو هي اللي بعدتها عنك. وهنا بيقول لهم هيراجي ان الدرس خلص وبيسيبهم ويخرج. فبيقول له واحد سيبنا نمشي بقى طالما عرفت الاجابه، لكن هيراجي يقول له لسه ما عرفناش، لازم نعرف مين اللي صور الفيديو وكان ايه هدفه منه. ويروحوا كاي واصحابه ورا ويسالوها عن رين، فبيدخلوا الاوضه ويطلع يقول لهم دي ايديه كنت حاططها في محلول علشان ما تطلعش ريحه ولسه هكمل تقطيعه فما تقلقوش. ولما بيمشوا بيفضل يضحك ويقول لنفسه انه بيهزر، وبيشغل اللابتوب وبيقعد يتفرج على فيديوهات خطيبته. بعدها بيرن عليه المحقق ويطمن على الطلاب واذا كان حد فيهم مات، لكنه بيقول له انهم كلهم بخير علشان نفذوا مهمتهم بنجاح، وبيطلب منه 30 وجبه اكل وهيقابله عند باب المدرسه، وبيقول له يجي لوحده من غير سلاح والا هيفجر الفصل بالطلاب اللي فيه. في الوقت ده بيظهر طالب من ظهره في الحمام وهو ماسك موبايله وناشر على التطبيق ان هيراجي هيقابل المحقق،
أو بيتقابلوا فعلا في الميعاد المحدد، ولما بيفتح يراجع التطبيق بيعرف إن في خاين في الفصل هو اللي سرب المعلومات. لكن ولما بيقابل المحقق إياشي بنكتشف إنهم متفقين مع بعض، وبيقول له إنه هيساعده على قد ما يقدر علشان المحقق التاني جونجي ذكي وممكن يكشفهم، وبيديله بعدها المسدس ويقول له يضربه بالبوكس في وشه علشان يحبكوا الموضوع باحترافية. ولما بيرجع المحقق إياشي بيقول للمحقق جونجي إن هيروجي زعلان منه وهيبعت له هدية بكرة. وفي اليوم الثالث بيروح هيروجي الفصل ويوريهم فيديو ويقول لهم عايز أعرف مين اللي صوره، وبيبعت الفيديو للمحقق جونجي ويقول له لو معرفتش مين صاحبه قبل الساعة 8 هقتل 5 من الطلاب وهي دي هديتي ليك. وهنا المحققين بيروحوا فورا لمدرس الألعاب وبيسألوه مين بيدخل للمكان ده، فبيقول لهم أي حد رياضي لكن اللبس ده تبع مدرستنا يبقى أكيد حد مننا. وفي الفصل الطلاب بيقولوا نفس الكلام وبيتهموا بنت اسمها كارين لأنها مشتركة في فريق السباحة لكنها بتنكر، فبيقلبوا الترابيزة وبيتهموا كاهو لكنها بتسيبهم وبتخرج، وبتروح وراها كيانو وبتسألها إذا كانت عارفة حاجة ومخبياها، وده علشان بالفعل يوم المسابقة هي كانت هناك وبتطلب منها تفتكر مين كان هناك وهو مش من أعضاء النادي. بعدها بتتسرب الأخبار الجديدة والمحقق جونجي بيكون قاعد مع واحد وبيحللوا الفيديو بيلاقوا بقعة عصير على البدلة، وبيسأل محقق جونجي عن الشخص اللي بيسرب المعلومات، فبيقول له إنه طالب في الفصل وقدر يخبي الموبايل في الحمام، وبيطلب جونجي من المحقق خدمة وبيقول له إنه هينفذ كل أوامره. في الوقت ده بتشوف خطيبة هيروجي صورته في التلفزيون وبتستغرب من الأخبار المكتوبة عنه، وأما هيروجي فبيشغل فيديوهات لرينا وفريق السباحة، وبتظهر فيهم كارين وهي بتلوم رينا على اللي حصل لشريكها كاكيرو لأنه مش هيعرف يشارك في السباحة تاني بسبب الضرب اللي أخده وهو بيدافع عنها في الخناقة، وبيشغل كمان فيديو الواحد بيحاول يكون صديق لرينا لكنها بترفض، وما بيكونش وش الشخص ده باين لأنه متداري. بعدها كاكيرو بيفتكر اللي حصل معاه لما انضرب وإنه بعدها دخل المستشفى وزارته كيانو وادت له الدروس اللي فاتته، وكمان شكرته انه دافع عن رينا وطلبت منه يفضل جنبها لكنه بيقول لها ازاي وانا رجلي باظت، فبتقول له يفضل معاها بصفته المدرب بتاعها. بعدها بيظهر وهو بيشجع رينا وهي في حمام السباحه، وبتظهر كيانو بتصورهم، فبيقول كاكيرو لرينا ان كيانو هي اللي اقترحت عليه دربها، فبتقول له رينا انها لازم تشكرها. واما كاهو فبتتكلم مع الولد اللي معاه كاميرا وبيصور، وبتساله عن الولد اللي اسمه ساتومي وبياكد لها انه فعلا كان هناك، وبيفضلوا كلهم يتكلموا وكاكيرو يقول لهم ان فعلا كان هناك واداله بدله، والبنات فضلوا يدافعوا عنه. لكن كاي بيقول لهم ما تتعبوش نفسكم في التفكير لان المسؤول عن الاجابه هو المحقق، وفعلا المحققين بيروحوا النادي وهناك بيبعت لهم الخاين ان الطلبه بيشكوا في ساتومي لانه كان هناك يوم البطوله ولابس البدله، وبيبعت لهم صورته وبيوروها للموظفه بتاعه النادي. بعدها ولما بيرجعوا للمدرسه بيبعت المحقق جونجي رساله للخاين ويقول له يسال فريق السباحه عن الغداء اللي اكلوه يومها، وبيقول له انه سالهم وبعت له المعلومات. بعدها بيروح يراجع الفصل وبيتصل بالمحقق ويقول له ان الوقت انتهى وعاوز يعرف الإجابة، فبيقول للمحقق إنه شاكك في كارين وساتومي بس موظفة النادي شافت ساتومي وقالت له عن مكان أوضة تغيير الملابس وقتها، فبيقول له إن اللي عمل كده هي كارين لأنها شربت عصير طماطم لكنها أنكرت وقالت لهيراجي إنها أكلت مربى. فبيتصدم المحقق ويفتكر إن هيراجي هو الخاين، لكن هيراجي بيقول له غلطان وغلطتك إنك وثقت في كلام الخاين لأن الخاين يبقى معايا في الفريق وأنا اللي قلت له يبعت لك آخر رسالة اللي فيها معلومات الأكل. وهنا بيعترف ساتومي على نفسه ويقول أنا اللي كنت عايز ابقى من اصدقاء رينا لكنها رفضت، ولما كنت مروح قابلت شخص قال لي لو عايز تنتقم من رينا صور لها فيديو من غير ما تاخد بالها وانا هقوم بالباقي، وفعلا عملت كده وصورت رينا لكن مش انا اللي عدلت الفيديو وحطيت المنشطات بدل الدواء ولا انا اللي حطيت الفيديو في شنطه كاهو. فبيحكي له هيراجي على حكايه المحقق اللي هو جونجي واللي كان مدرس وفي طالب في فصل ضرب على ايد طلاب من مدرسه تانية لحد ما مات، فحس المدرس جونجي بالذنب لانه ما عرفش يساعد الطالب بتاعه وقرر يشتغل محقق علشان خلص البلد من الناس دي، وقال له ان كارين وكاكيرو عملوا زي المحقق وطلعوا طاقتهم السلبيه في حاجه مفيده لكن انت يا ساتومي ما عملتش كده وتسببت في اذى رينا. فبيتعصب ساتومي وبيمسك في كاكيرو ويقول له ازاي رينا ترفض ابقى من اصدقائها وتفضل شخص ضعيف زيك عني، لكن كيانو بتتدخل وبتدافع عنه وتقول ان كاكيرو مش ضعيف لان رينا كانت بتحاول تنجح علشان تحقق حلمه اللي ضاع بسببها. وهنا بيعترف ساتومي بغلطه وبيطلب من كاكيرو انه يضربه، لكن كاكيرو بيرفض ويقول له حول حزنك لحاجة مفيدة يا كاكيرو زي ما أنا عملت. بعدها بيطلع هيراجي المسدس ويقول إنه هيقتل 5 منهم علشان المحقق جاوب غلط، وهنا ساتومي بيقول له اقتلني أنا وبس، فبيوافق هيراجي بس برضه بيختار 4 معاه. في الوقت ده بيحاول المحقق جونجي يقابل هيراجي وبيفتكر الطالب اللي مات وهو بيوصيه إنه ما يسمحش لطالب تاني إنه يتعذب زيه، وأما هيراجي فبيوقف الطلبة اللي اختارهم صف واحد في أوضة. ولما بيوصل المحقق جونجي للمدرسة بيلاقي هيراجي فكر الفصل باللي فيه، فبيقول له هيراجي
هيراجي انت السبب لانك معرفتش الاجابة الصح. وهنا بيحلف جونجي انه ينتقم من هيراجي، وبيبدأ الخبر ينتشر في التلفزيون والدنيا بتتقلب. واما خطيبة هيراجي فكانت بتتفرج ووراها زوج امها، واللي بنكتشف انه هو اللي اسمه الخاين وانه متفق مع هيراجي وهو اللي كان بيبعت الاخبار للمحقق. وبنكتشف كمان ان الخمس طلاب مع الطالب رين اللي المفروض مات من البداية كلهم لسه عايشين. وهنا بيبدأ هيراجي يكشف لنا ايه اللي حصل شوية شوية، وبنعرف انه كان جايب مع الطرد اكياس دم واعضاء بشرية مزيفة علشان يخدع بيها الطلبة والمحققين. ولما الطلبة يفوقوا بيشوفوا رين قدامهم سليم، وكان هيراجي مخبي في الدور اللي تحت. وفي الفصل كاهو وكيانو بيبدأوا يقربوا من بعض. بعدها بيدخل هيراجي الفصل ويقول لهم لازم نعرف مين اللي خلى ساتومي يصور الفيديو ويعدله. وهنا بيرفع كاي ايده ويقول له انا اللي عملت كده، لكن هيراجي ما بيصدقهوش ويقول له ده شغل محترفين وانت ما تقدرش تعمل كده، وبيديهم مهله لحد الساعه 8، لكن المره دي هيقتل 10 منهم. وفي اوضه المدير والمدرسين بيظهر ولد ومعاه بنت صغيره ويقول لهم ان في مدرس اتصل بيه وقال له انه هيجي ويخلي باله من امه المريضه لحد كاي اخوه ما يرجع. في الوقت ده بيكلم هيراجي المحقق ايجاشي وبيساله عن المحقق جونجي، وبيعرف منه انه توقف عن العمل كمحقق وانتقل لشغل النيابه، وانه مش هيعرف يساعده اكتر من كده علشان محدش يشك فيه. فبيقول له هيراجي ما تقلقش عليا وانا خلاص قربت انهي الجزء الاول من الخطه. ونروح للمحقق جونجي اللي كان بيحقق مع صاحب نادي ويساله ايه علاقتك بعصابه البيروموز اللي عايشين ورا النادي بتاعك، لكنه بينكر معرفته بيهم. بعدها بتقابله خطيبه هيراجي وبتطلب منه موبايل وبيديها وبتقول له انا شاك ان هيراجي بيعمل كل ده علشان، لكن زوج امها او عمها بيدخل عليهم ويقول للمحقق جونجي انت وعدتني انك مش هتدخلها في حاجه، وبياخدها ويمشي. ونرجع لهيراجي اللي كان بيتفرج على فيديو لخطيبته وهي بتتكلم عن العصابه، وبنعرف انها عصابه من شباب مجرمين وزعيمهم محدش بيعرف هويته وما يعرفوش غير انه اسمه عباره عن حرف كي. بعدها بيشغل فيديو رين وهي بتتكلم عن جريمه عملها كاي، وهي كانت هناك وشافت اللي حصل بس خافت تحكي. في نفس الوقت في الفصل كانت كيان وكاهو والولد اللي بيصور بيتكلموا عن كاي وانه تورط في الموضوع ده لانه انقذ رينا من الخطف. فبتروح كيان وتشكر كاي علشان انقذ صاحبتها رينا، لكنه بيقول لها انها مش فاهمه حاجه وبيسيبها ويمشي. في الوقت ده في اتنين مدرسين بيروحوا لبيت ام كاي علشان يساعدوها، مع انهم ما يعرفوش مين اللي اتصل بيها وقال لها هنبعت لك حد. وبنعرف من ام كاي ان كاي ولد طيب وتحمل مسؤوليه عيلته بعد ما امه اتشلت وبعد ابوه ما مات، وكمان اتخلى عن حلمه انه يبقى ممثل وبدا يشتغل علشان يصرف عليهم. وفي الفصل بيقعد كاي لوحده ويفتكر ذكرياته لما واحد قعد معاه وقال له في حد صاحبي عاوز يخطب رينا وعايز بس يكلمها وهيدفع له 100,000 ين، وعلشان كاي محتاج فلوس بسبب وضعه بيوافق ويروح يقول لرينا انها تقابله. وبعد اقناع كاي لرينا بتوافق بس بشرط انه يوعدها يبطل تنمر على كيان وصاحبتها، وبالفعل بيوعدها. ولما يروحوا للميعاد بيكتشف انهم عصابه وبيكونوا هيخطفوا رينا، لكن كاي بيرفض يتخلى عنها وبينقذها. في الوقت ده بترن خطيبه هيراجي عليه لكنه بيفتكرها المحقق جونجي وما بيردش، فبتبعت له رساله بصوتها تقول له لو بتعمل كده علشاني يا ريت توقف، لكنه بيقول لها انه بيعمل كده علشان نفسه وكان متاثر قوي بعيط وباين عليه التعب والاجهاد وبياخد حبوب. ولما يروح الفصل بيلاقي الشباب بيتخانقوا مع بعض، وهنا بيلاحظ كاي التعب على هيراجي ويروح له يقول له هتفق معاك اتفاق وهو اننا نتخانق انا وانت مع بعض، ولو كسبتك هتسيبنا تمشي، ولو كسبتني هحكي لك على كل اللي اعرفه، واكيد بيوافق هيراجي. وبيبدا خناق وبيضربه هيراجي ويقول له انت بعد ما انقذتها طلبت العصابه منك تصورها فيديو وانت وافقت، وده علشان كنت بتغير منها انها بتشارك في مسابقات السباحه وتحقق حلمها وانت تخليت عن حلمك. فبيقول له كاي ايوه صح، ليه دايما انا اللي المفروض اضحي علشان اللي حواليا يعيش؟ فبيقول له هيراجي ده مش ذنب عيلتك، ده ذنبك انت علشان شلت الهم لوحدك وتخليت عن حلمك، ليه ما فكرتش تطلب المساعده من زمايلك او حتى من مدرسينك؟ فبيقول له كاي ما طلبتش المساعده علشان ما اقدرش ابان ضعيف قدام حد. وهنا بيتاثر صاحبه من الكلام وبيقول له ليه ما طلبتش مني المساعده، انا بعتبرك زي اخويا. فبيضربه هيراجي ويقول له كفايه بقى، حاول تصلح غلطتك وقول لنا مين اللي فبرك الفيديو ده. لكن كاي بيخاف ويقول له هيقتلوا عيلتي كلها لو اتكلمت، بس هيراجي بيقول له ثق فيا انا هحميهم. وهنا بيطمن كاي شويه ويقول له ان زعيم العصابه الملقب بكي بيبقى اسمه كيشي، وده بيكون صاحب النادي اللي كان المحقق جونجي بيحقق معاه من شويه. فبيشكره هيراجي وبيتصل بالمحقق جونجي ويقول له، فبروح جونجي النادي ويلاقي باب سري، ولما بيدخله بيطلع مقر العصابه وبيتخانق معاهم وبيضربهم وبيقبض عليهم. وهنا بيطمن هيراجي كاي على عيلته انهم كويسين وفي امان وانه بعد حد يقعد مع امه فما يقلقش خالص. وفي وسط كل ده طالبه اسمها سوما بتتوتر لما بتسمع اسم كيشي زعيم العصابه، وكانت ماسكه نفس السلسله اللي هو لابسها. في نفس الوقت كان هيراجي هيتكلم ويقول لهم على مكان الطلبه اللي لسه عايشين، لكنه بيغمى عليه وبيقع على الارض. وبتحاول
كانوا تفوقوا، لكن مجموعة من الشباب بتقتحم أوضة الرسم بتاعته، ولما موبايله يرن بترد كيانو وتكلم المحقق وهو فاكرها هيراجي، وكان بيقول إن المحقق جونجي بدأ يحقق في الفيديو المفبرك بتاع رينا، فهل ده من خططك يا هيراجي؟ ولما بيسمع صوت كيانو بترد عليه بيقفل السكة في وشها وهو مستغرب. وبنرجع للي اسمها سوما واللي كانت بتسأل كاوي عن علاقته بكيشي، فبيقول لها أنت بتسألي ليه ومالك مهتمية بيه كده، أنت تعرفيه؟ فبتقول له لا وهي متوترة. وأما الطلبة وفي أوضة الرسم كانوا بيحاولوا يفتحوا دولاب معين، لكن واحد منهم اسمه إيزاوا بيقول لهم ده جواه قنبلة، فبيشكوا فيه ويقولوا له أنت عرفت منين؟ أكيد أنت الخاين. فبيقول لهم آه المدرس طلب مني أساعده، ولو حصل له حاجة أنا المسؤول من بعده، وأنا وافقت علشان عايز برضو أعرف الحقيقة. وبيلبس الساعة ويقول لهم أنا كنت براقبكم طول الوقت. فبيهجم عليه كاي وياخد منه الساعة ويجبره يفتح الدولاب والفتحة اللي في الأرض، وفعلا بيلاقوا الطلبة في الدور اللي تحت، وكمان بياخدوا موبايلاتهم من الدولاب. وواحد منهم بيكلم أبوه ويقول له يخلي الشرطة تقتحم الفصل لأن هيراجي أغمى عليه. وبيعرف هنا المحقق إيجاشي وبيتصدم من اللي حصل، وبيكون المحقق جونجي بيحقق مع زعيم العصابة كيشي، وبيعرف منه كل اللي حصل وبيسيبه ويمشي. وفي الفصل الطلاب اللي كانوا تحت بيرفضوا إنهم يمشوا، وبيحكوا لباقي الطلاب إن المدرس بيعمل كل ده علشانهم، وإنه كان قايل لهم إن رينا ما انتحرتش لأنها اتقتلت، وهو بس كان عايز يكشف الحقيقة علشان ما حدش منهم يحصل له كده تاني. وبيقول لهم كمان إن عنده مرض خطير ملوش علاج وأيامه في الدنيا معدودة، وعلشان كده هو عايز بس يطمن عليهم قبل ما يموت. فواحد منهم بيقول بس احنا ما فيش في ايدنا حاجة لان العصابة هي اللي عملت كده فرينا. وبترد واحدة من الخمس طلاب اللي كانوا محبوسين وتقول ان هيراجي قال لهم ان اللي اسمها سوما هي اللي معاها المفتاح، ولما بيسألوها بتسيبهم وتخرج. وترجع سوما بذكرتها لما كانت عايزة تكون عارضة ازياء، وبتروح تشتغل في النادي عند كيشي اللي بيوافق يشغلها بس بشرط تنفذ كل اوامره. وفي يوم ولما كان بيوصلها للمدرسة بيشوف رينا بتجري وتتدرب على الطريق، فبتقول له سوما انها بتكرهها ونفسها تختفي من على وش الدنيا. فبيقول لها كيشي اوعدك ان ده يحصل. وبعدها بفترة كان معاها في النادي وبيهدي لها السلسلة ويقول لها دي هدية انتحار رينا. في الوقت ده الشرطة كانوا بيستعدوا لاقتحام الفصل، والطلاب كانوا بيتفقوا مين هيفضل ومين هيمشي، والطلاب اللي قرروا يقعدوا اتفقوا يفجروا قنبلة علشان الشرطة ترجع. لكن في الوقت ده بيفوق هيراجي ويدخل الفصل ويقول لهم اللي حابب يمشي انا مش همنعه، ويقول لسوما انطقي بكل اللي تعرفيه ولا خايفة على كيشي؟ فتقول له أنا خايفة كل اللي بنيته يتهدى علشان لو نفذت أوامره هوصل للي أنا عايزاه، لأني عملت تضحيات كتير علشان أكون عارضة أزياء ولو حكيت هخسر كل ده. فبيقول لها هيراجي كلنا بنغلط ومفيش حد فينا مثالي، ولازم نساعد بعض علشان نكشف الحقيقة ومحدش تاني يموت زي رينا. فبتتأثر سوما وبتعيط وتكسر السلسلة اللي خدتها من كيشي، وكان جواها كارت ميموري سرقته من خزانة كيشي عشان تهدده لو أخبرها تعمل حاجة هي مش عايزاها. ولما بيفتحوا على اللاب بيلاقوا في قائمة بأسماء الناس اللي بتطلب فيديو هات مفبركة، ومنهم كان فيديو رينا اللي مكتوب عليه المدرس. في الوقت ده بتقرب الشرطة منهم وبيسأل هيراجي الطلبة إذا كانوا هيكملوا معاه ولا لا، وبيقول لهم إنه هيتحمل المسؤولية كاملة. وعلشان يثبت لهم ده بيروح عند الباب قدام الشرطة ويقول لهم إنه هو اللي أجبر الطلاب يكلموهم علشان كان محتاج سلاح، وبيأمرهم يسيبوا السلاح وإلا هيفجر الفصل باللي فيه. وبالفعل بيفجر قنبلة بس في السقف، وهنا الشرطة بيوافقوا ويسيبوا سلاح قدام الباب ويمشوا. بعدها بيبعت قائمة الأسماء على التطبيق وبيشوفها المحقق جونجي، وبينتشر الخبر والكل بيعرف، لكنهم للأسف لسه فاكرين المدرس هيراجي مجرم. فبيقول هيراجي إن الجزء الثاني من الخطة بدأ وهدفها إن الناس تغير صورتها عنه ويبان بطل. فبيصور الطلاب وهم واقفين وبينشرها علشان يثبت للناس إن محدش منهم مات، وبالفعل بتنجح خطته والناس بيتغير كلامهم عنه. ولما هيراجي بيشوف صورة انتشرت على النت لأعضاء بشرية ومكتوب تحتها إن الأستاذ خدعنا، بيسأل الطلاب مين اللي نشر الصورة من غير إذن، فبترفع واحدة اسمها يوكي إيدها، وهنا بيضطر يجمع منهم الموبايلات تاني. ولما كان رايح يحطهم في الدولاب بتقول ليوكي انها تشيل الشنطة مكانه علشان تصلح غلطها، لكنها بتخدعه وبتاخد موبايلها من الشنطة. بعدها بيتصل بالمدرسين والشرطة ويقول لهم عايز اعرف مين المدرس اللي عمل كده، وبيقول للطلاب كمان يفكروا مع بعض. وبنشوف فيديو لخطيبته وهي بتتكلم عن العصابة وبتقول إن أكيد حد طلب منهم يعملوا كده لكنه ما فهمش قصدها إيه. فبيروح لها المحقق جونجي البيت علشان يفهم منها أكتر، لكن زوج أمها بيرفض إنها تقابله. وفي الفصل بتعلق كيانو صور المدرسين والمدير على السبورة، وبيبدأوا يتناقشوا ويحللوا كل واحد منهم، وبيقولوا إن المدير كان بيتضايق من الصحفيين اللي كل شوية يجوا المدرسة علشان رينا وممكن يكون عمل كده، والأستاذة ميرا كانت بتغير على الأستاذ هيراجي من رينا، والأستاذ اللي بعدها كان ناوي يخطب رينا. ولما وصلوا
مدرس الألعاب السجوي قالوا إنه أكتر واحد مشتبه فيه عشان كان بيعملهم وحش. وفي بنت اسمها سوزوني قالت إنها كانت مشاركة في نادي السباحة، وإنه أول ما عرف بعلاقتها مع رينا وإنها صاحبتها غير طريقته معاها وطردها، وبتقول أنا واثقة إنه كان عايز رينا ليه لوحده ومش عايز يكون ليها أي أصحاب، وعمل كده علشان رينا ما كانتش طايقاه. وبتزعل وتروح الحمام وبتفتكر إن فعلا المدرس ظلمها وطردها من الفريق علشان جت متأخر مع إنها كانت تعبانة. فبتروح يوكي وراها وبيتفقوا تصورها في فيديو، وهي تقول إن الأستاذ سوجوي كان بيتحرش بيها، ولما عرف إنها تتخطب طردها من الفريق. والبنتين يتفقوا إنهم ينزلوا الفيديو على التطبيق علشان ينتقموا منه ويجبروا إنه يعترف. ونرجع لكيانو اللي بتروح لأوضة الأستاذ هيراجي وتلاقيه بيشوف البنات على الكاميرات وبيكون سمع كلامهم كله. فبتقول له أنت مركب كاميرات في الحمام؟ وبيقول لها لا، ده بس قدام الحنفيات. وبتسأله أنت مش هتمنعهم يعملوا كده؟ فبيقول لها روحي على فصلك دلوقت. وقبل ما تمشي بتقول له إنها واثقة بيه. بعدها بيروح المحقق جونجي لاستوديو مسلسلات كان هيراجي شغال فيه قبل كده، وبيقابل واحد هناك وبيشكر في هيراجي وقول له إنه طيب ومستحيل يقتل حد. وبيعرف منه إنه عشان هيراجي عنده السرطان قرر يسيب الشغل ويقضي بقية حياته مع خطيبته ويشتغل مدرس زيها. وبيعرف المحقق جونجي منه إنه زوج أم خطيبة هيراجي هو صاحب الاستوديو ده، ولما بيشوف وراه صورة أعضاء بشرية بيقول له الراجل إن الحاجات دي معمولة هنا في الاستوديو. فبيستنتج المحقق جونجي إن عم خطيبة هيراجي يبقى شريكه وهو اللي بعت له الطرد. وبنرجع لهيراجي اللي بيروح الفصل وكانت الساعة قربت على 8، وبيعرض للطلاب الفيديو ويقول إن في تفاعل كبير عليه. بعد كده ولما المدرسين بيشوف الفيديو بيقول لهم يا ريت اللي عمل كده يعترف، وبيقول للأستاذة سوجوي أنت أكتر واحد مشكوك في أمرك. وبينده للبنت تواجهه فبتقول له أكيد ضيعت رينا زي ما ضيعت حلمي. لكن المدير بيدافع عن المدرس ويقول لها إنها غلطانة ولازم تعرف الحقيقة. فبيشرح لها سوجوي إن الدكتور قال لهم إن عندها مشكلة في القلب من كتر التدريب، ولو استمرت في السباحة هتموت. وبنشوف الأستاذ سوجوي مع الدكتور لما عرف قد إيه كان متأثر وبعيط، لأن البنت كانت مجتهدة وصابت عليه علشان هتضطر تسيب حلمها، وعلشان كده ما كانش قدامه غير إنه يطردها علشان يحافظ على حياتها. فبتحس البنت بالذنب على الفيديو اللي عملته، لكن هيراجي بيقول لها إنه منع الفيديو ينتشر في آخر لحظة وضربها بالقلم، وإداها درس في الأخلاق لأنها كانت هتدمر سمعة المدرس باللي عملته. بعدها بيمسك اللاب ويكلم المدرسين ويقول لهم إنه هيفجر الفصل كله علشان لسه ما حدش فيهم اعترف، وبيقفل المكالمة. وهنا المدرسين بيسمعوا صوت انفجار. في الوقت ده عم خطيبة هيراجي بيرفع فيديو رينا وشخص معاها على التطبيق، وكل الناس شافته وفضلوا يسألوا مين ده وهل هو الجاني. وبعدها راح الفصل واتصل بتاكيتشي وقال له إن الشخص اللي راحت رينا تقابله هو اللي فبرك الفيديو، وإنه لازم يعترف قبل الساعة 8 وإلا هيحرمه من أغلى حاجة عنده وهيعرف إيه هي في وقتها. فافتكر تاكيتشي إن أغلى حاجة يقصد بيها هيراجي الكلب بتاعه، وبناء عليه بيجري على البيت. وفي الفصل 2 من الطلبة دفعوا عن تاكيتشي وقالوا لهيراجي إن ما عندوش دليل على كلامه، فقال لهم فكروا كويس جدا، وده لأن تاكيتشي كان وصى عليهم يدخلوا جامعة خاصة وطلب منهم يحاولوا يعرفوا مين اللي في الفيديو. بعدها بيروح هيراجي أوضته وكان تعبان وساعدته كيانو، فقال لها إنه ما بقاش قادر يخفي مرضه أكتر من كده. وهنا الناس اللي على التطبيق اكتشفت إن الشخص اللي في الفيديو كان لابس نفس جزمة تاكيتشي اللي ظهر فيها في برنامج. في الوقت ده بيتكلم هيراجي مع عم خطيبته ويقول له إن الشرطة راحوا الاستديو وعرفوا إننا شركاء في اللي بيحصل، فبيقول له إنه مش خايف وإنه بيعمل كده علشان البنت حتى لو كان كل اللي بيعمله ده غلط. ونرجع للطلاب اللي بيروح لهيراجي ويقول لهم هثبت لكم إني صح، وبيتصل بتاكيتشي ويقول له تعالى قابلني. وهناك بيسمعوا مكالمة بصوته وهو بيشكر هيش زعيم العصابة على الفيديو، وبيقول له إنه عمل كده علشان قدم عرض لرينا إنها تدخل الجامعة الخاصة لأنه هياخد مكافأة كبيرة من مالك الجامعة لو هي دخلت، لكنها رفضت. ولما هددته إنها هتفضحه نشر الفيديو عشان يضيع مستقبلها. وهنا بيعترف تاكيتشي باللي عمله، وبنكتشف إن هيراجي طالع بس مباشر على التطبيق وتمت فضيحة تاكيتشي بنجاح. فبيقول له هيراجي شفت إزاي أخدت منك أكتر حاجة غالية عندك سمعتك وشهرتك، وكمل وقال له هو متعصب أنت يا تاكيتشي بتخدع الطلاب لأنهم لسه صغيرين ومش عارفين الصح من الغلط، وواجب علينا كمدرسين نرشدهم علشان يحققوا هدفهم، وعشان أنا هموت ومش هحضر اليوم ده عايز أعلمهم كل ده قبل ما أمشي. وبيرفع المسدس عليه وبيهدده، لكن المحقق إيجاشي بيمنعه وبيقبض على تاكيتشي علشان يحقق معاه بتهمة فبركة الفيديو. وأما الطلاب فبيكونوا سمعوا كل حاجة وبعيطوا من كلام هيراجي وقد إيه هو بيحبهم وعايز مصلحتهم. بعدها بيروح المحقق جونجي المحقق إيجاشي ويقول له إنه عارف كل حاجة وإنه متعاون مع هيراجي. وبنكتشف إن تاكيتشي كمان أذى خطيبة هيراجي وإدى صورتها لزعيم العصابة كيشي ودمر سمعتها زي ما عمل مع رينا بالظبط. وفي الفصل بيدخل هيراجي ويقول لهم إن مسموح لهم يعملوا اللي هم عايزينه، وبيرجع لهم موبايلاتهم علشان يطمنوا أهليهم، ويقول لهم برضو ينشروا اللي هم عايزينه بشرط محدش يجيب سيرة إنهم متعاونين معاه وده عشان مصلحتهم. وأما المحقق جونجي فبيروح لبيت خطيبة هيراجي ويستنى عمها زوج أمها يخرج، وده
علشان يدخل يقابلها، وبالفعل بيدخلوا بتحكيله انها كانت تعرف تاكيتشي من 3 سنين، وكان في طالب بيلعب كرة سلة وكان عايزها تقنع الطالب ده علشان يدخل جامعة خاصة من اختيار تاكيتشي نفسه، وبتقول له انه كمان دفع لها رشوة، ولما رفضت وكلمت محقق علشان يساعدها عرفت ان تاكيتشي على علاقة مع حد اكبر منه. وبنرجع للفصل وبتكون سوما بتبعت رسالة لكيشي زعيم العصابة وتقول له انها هي اللي بلغت عنه، وبيسمعه هو في القسم مع المحقق، وبيعترف ان تاكيتشي هو اللي طلب منه يفبرك الفيديو، لكن كان في شخص اكبر منه هو اللي بيتحكم فيه. وفي يوم 9 مارس الطلاب بيكونوا لابسين بدل سودة وقاعدين في الفصل وبيتكلموا مع بعض وبصوا على صورة هيروغي وقولوا يا ريته كان معانا. وبيجي وقت تشغيل الفيلم الوثائقي عن رينا، وبيلاحظوا غياب كيانو صاحبتها، فبيقولوا انها ممكن ما قدرتش تيجي علشان الموقف صعب عليها جدا. وبيفتكر الطالب اللي عمل الفيلم لما طلب من رينا انه يسجل فيلم عنها يحكي قصة حياتها لانها وحيدة ومفيش حد بيساعدها، ويقول لها تقول اللي نفسها فيه للكاميرا، وكان بيصورها في كل مكان بتروح. وبيشوفوا لما رينا قالت لكيانو تبعد عنها علشان ما تتورطش معاها وتتأذي بسببها. ولما كيانو والولد اللي بيصور يروح البترينا، مامتها بتقول لهم انها مش عايزه تقابل حد، واما رينا فبتروح للاستاذ هيروغي اللي بيرسمها ويقول لها هساعدك لاني عارف واحده مرت بنفس ظروفك. في الوقت ده بتوصل كيانو للمدرسه وبتقول انها رايحه للي فبرك الفيديو. وبنرجع للوقت الحاضر لما كان المحقق جونجي بيتخانق مع الشخص اللي لابس بدله البطل، لكنه بينجح انه يحط الكلبشات في ايد المحقق جونجي، وكمان بيصوره ويبعت صورته للمحقق الجديد اللي مسك القضيه واسمه هونجو، ويقول له ان المحقق جونجي معاه رهينه وبيطلب منه مهله لبكره علشان يقول له طلباته. بعدها بيغمى عليه من التعب والطلاب بيشيلوه ويدخلوه للفصل، وواحده من الطلبه بتودي اكل المحقق جونجي وبتحكي له قد ايه هيروغي ساعدهم وبيحبهم. وبنكتشف ان الشخص اللي لابس بدله البطل هو صاحب هيروغي من الاستوديو وبيودعهم ويمشي. في الوقت ده بينشر عم خطيبه هيروغي الفيديو الاصلي اللي ظاهر فيه وش هيروغي، وبيتصل بيه ويقول له انه نشر الفيديو بدري عن الاتفاق، وده علشان الشرطه قربت تقبض عليه، فبيشكره هيروغي على اللي عمله. وبيخرج عم خطيبه هيروغي يسلم عليها ويقول لها خليكي قويه، ويسلم نفسه للشرطه. لكن الناس بيبداوا يقولوا ان هيروغي هو المجرم. وبنشوف رد فعل هيروغي لما اكتشفوا جثه رينا وقد ايه كان زعلان ومنهار. وبنشوف كمان هيروغي لما بدا يتعاون مع ايزاوا ويقول له انه عشان يثبت الحقيقه لازم يبقى مجرم في نظر الناس. بعدها بيدخل هيروغي الفصل وهو تعبان ويقول لهم كل اللي حصل كان متخطط له، وهقول لكم على كل حاجه فلازم تركزوا معايا. وبيحكي لهم ان خطيبته اذاها تاكيتشي وسبب لها مرض نفسي، وعلشان كده هو انتقل للمدرسه دي، لكن المرض اللي كان بيعاني منه من هو صغير رجع له تاني. وبيقول لهم لما سمعت باللي بيحصل مع رينا قربت منها علشان اعرف قصتها، وفي اليوم اللي ماتت فيه تاكيتشي ما كانش معاها اصلا. ولما بيقول لهم اسم المجرم الطلاب بيتصدموا وبيفتحوا بقهم وهم مش مصدقين، ويكمل يقول لهم لو كنت رحت معاها ما كانش ده حصل، وفي اليوم اللي ماتت فيه رينا عرفت ان ميعاد موتي انا كمان قرب فخططت لكل حاجه. وهنا بيتقطع قلب الطلاب من العياط على كلامه، ويقول لهم انا عندي 3 اهداف. الهدف الاول اني اخلي تاكيتشي يعرف حجم الجريمه اللي عملها ويحس باللي البنات حسوه بسببه، والهدف الثاني هحتفظ بيه لنفسي، واما الهدف الثالث وبيطلع المطوه من جيبه وعور بيها ايده على السبوره ويقول عاوز اوريكم ان الناس بتاخد بالها من الجرح اللي ظاهر قدامهم بس، لكنهم ما بيهتموش بالجرح النفسي لانه مش بيكون ظاهر لهم، وانا عايزكم تاخدوا بالكم من كل حاجه بتقولوها او تعملوها لان اي كلمه بسيطه ممكن تسبب كارثه. وكلامه ده فكرني بحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم لما قال ان الرجل لا يتكلم بالكلمه لا يرى بها باسا يهوي بها 70 خريفا. وبيكمل ويقول لهم قبل ما اعرف اني هموت عمري ما فكرت انه هيجي يوم واقول لكم الكلام ده، لكن اللي حصل لصاحبتكم رينا خلاني احس اني ما عملتش حاجه مفيده في حياتي لتلاميذي كمدرس، وانا بعتذر لكم اني فقت متاخر وبشكركم كمان انكم سمحتوا لي انفذ واجبي كمدرس. وبكده بيخلص الدرس وبعد الظهر هتكونوا احرار. وبيسيبهم ويروح الاوضه ويتصل بالمحقق ويقول له انه هيطلع للسطح ومعاه المحقق جونجي وهيقول له على طلبه الاخير لان هي دي النهايه. ولما بتسمعه كيانو بتقول له انت ليه بتعمل كده، وبتحاول تمنعه انه يطلع على السطح لكنها مش بتقدر. وبيروح ياخد المحقق جونجي، ولما كيانو سالته عن اللي ناوي يعمله بيقول لها فكري معايا، ويدوس على الساعه ويفجر الطريق ما بينهم علشان ما حدش يطلع وراه. وبيظهر ايزاوا ويقول لكيانو ان ده كان هدف الاستاذ من البدايه بانه يكون هو المجرم في الاخر. ولما بيوصل هيروغي للسطح مع المحقق جونجي بيلاقي تحت ناس كتير واقفه ومعهم الشرطه والتلفزيون والصحافه، فبيضرب نار في الجو علشان الناس تاخد بالها منه. وفي الفصل الطلاب
كانوا مركزين مع هيراجي، والصدمة لما بتدخل كيانو عليهم وتقول لهم أنا اللي قتلت رينا، وبتفتكر لما كانت داخلة مع رينا المبنى، لكن محدش من الطلاب بيكون مركز في كلامها لأن في الوقت ده هيراجي بياخد رصاصة في كتفه. وقبل ما يقول طلبه الأخير وهو فاتح دراعاته، الشرطة بيضربوا عليه النار، وكانوا يدخلوا المبنى لكن بتنفجر قنبلة، وبيظهر إن هيراجي لسه عايش لأنه لابس بدلة مضادة للرصاص، وبيقول لهم لو حد حاول يمنعه هيفجر المبنى كله باللي فيه، وقبلها هيقتل أكيد المحقق جونجي، وعلشان كده لازم الكل يسمعوه للآخر. وفي الفصل الطلاب بياخدوا بالهم من كلام كيانو وبيسألوها أنت قصدك إيه، فبتقول لهم اللي حصل لرينا أنا السبب فيه، وهيراجي بيعمل كل ده علشاني. وأما المحقق جونجي فبيقول لهيراجي أنا عارف إنك مش مجنون، بس عايز أعرف أنت بتعمل كده ليه. فبيقول لهيراجي إن قدامهم لسه 8 ساعات وهيحكي له فيهم كل حاجة، وبيبدأ يحكي له إن الموضوع بدأ بفيديو خطيبته اللي فبركو تاكيتشي ودمر بيه سمعتها، وزوج أمها في وقتها قال له ينسى الموضوع، لكن هيراجي بيقول له إنه لازم ينتقم من تاكيتشي على اللي عمله. وأول حاجة عملها إنه راح قدم في المدرسة بتاعتهم واتقبل، وشاف تاكيتشي هناك، واكتشف برضه إن سرطان البنكرياس رجع له تاني ودخله المستشفى. وهناك عم خطيبته راح له وقال له ركز في علاجك وبس وانسى كل حاجة تاني. ولما سأله عن خطيبته قال له إنها قاعدة في البيت ونفسيتها تعبانة جدا. وهو في المستشفى شاف فيديو رينا وعرف كمان إنه متفبرك، فبدأ يراقب تاكيتشي ويتجسس على مكالماته ووعد رينا إنه هيساعدها. وأما الدكتور فقال له إنه قدامه سنة ويموت، وكتب له مسكنات بس علشان تخفف الألم عنه شوية. لكن وقتها انتشر خبر انتحار رينا، وهنا بينهار هيراجي وما بيكونش مصدق إن الأمر ممكن يوصل للدرجة دي، فبيبدأ يخطط ويساعده عم خطيبته والمحقق إيجاشي، وبيبدأوا يحطوا خطة ويبدلوا أزرار الفصل ويركبوا المتفجرات وكل التفاصيل اللي ما كانش حد عارفها. وبيقول لجونجي إن هو ده السبب اللي خلاه يعمل كده، وكمان عشان واحدة من تلاميذه. وهنا بتكون كيانو بتحكي في الفصل للطلاب وتقول لهم إنها قابلت رينا في اليوم اللي انتحرت فيه وتأسفت لها كمان إنها ما وقفتش جنبها ودفعت عنها في الوقت اللي احتاجتها فيه، ولما رن موبايلها رينا بدأت ترجع لورا وتقول خلاص كفاية لحد كده، كلكم بتلوموني وبتعاملوني وكأني عدوتكم وأنا مش قادرة استحمل أكتر من كده، وبتطلع على السور وكانت هترمي نفسها، لكن كيانو بتلحقها وبتمسك إيديها، لكن رينا بتقول لها تسيب إيدها لأنها مش عايزة تعيش أكتر من كده، وبتترجاها ما تصعبش عليهم الموضوع أكتر. وهنا بتسيب كيانو إيديها وبتقول لهم عشان كده قلت لكم أنا السبب في موتها، لأني المفروض كنت أفضل مسكاها، لكن الولد بتاع الكاميرا بيقول لها أنت غلطانة، أنت مالكيش ذنب. فبتفتكر كيانو لما في أول يوم حكت كل حاجة للأستاذ هيراجي وقال لها نفس الكلام إنها ملهاش ذنب وإن رينا ماتت لسبب هتعرفه هي بعدين. ونرجع لهيراجي ومع بداية اليوم العاشر والناس كلها مستنية تحت المدرسة، بيفك هيراجي الكلبشات من إيد المحقق جونجي وبيديله الموبايل وبيطلع على السطح. في الوقت ده بيتعاون الطلاب مع بعض وبيبذلوا كل طاقتهم علشان يشيلوا الحجر ويوصلوا للأستاذ هيراجي قبل ما ينتحر، وبيساعدهم كمان المحقق جونجي. وعلى السطح بيطلع هيراجي بس مباشر وبيكلم الناس وقول لهم أنا وعدتكم أقول لكم عن أهدافي، وبيعرض الفيديو المفبرك اللي صوره هو ورينا وعم خطيبته، وبيقول لهم أنتوا بتصدقوا أي حاجة تتقال لكم من غير ما تتأكدوا منها، قلتوا عليا في الأول إني مجرم وبعدها قلتوا عليا بطل لما كشفت حقيقة تاكيتشي، ورجعتوا قلتوا عليا تاني إني مجرم لما شفت صورتي في الفيديو، شايفين غيرتوا رأيكم كم مرة في فيديو واحد خلال 10 أيام، وده بالظبط اللي حصل مع رينا، أنتوا ما كنتوش تعرفوا عنها أي حاجة وصدقتوا الفيديو المفبرك بتاع المنشطات وتسببتوا بانتحارها، وده بسبب الكلام والتنمر اللي كانت بتقراه على التطبيق، وأكيد تاكيتشي غلط كمان لما فبرك الفيديو، بس أنتوا غلطكوا كان أكبر من تاكيتشي بكتير لما صدقتوه ونشرتوه ومحدش فكر إنه ممكن يكون مفبرك وظلمتوا رينا المسكينة. رينا كانت بتطلب مساعدتي وتقول لي أنقذني، وأنا حاولت على قد ما أقدر أخفف عنها، حاولت أكشف الحقيقة لكن كان فات الأوان ونفسيتها تعبت وبدأت تهلوس، وبدأت تتخيل إن كل الناس اللي حواليها بيتكلموا عنها. وبالفعل بنشوف رينا قبل ما ترمي نفسها وهي بتسمع أصوات في دماغها، ولما الأستاذ هيراجي بيشوف كومنتات بتتريق على كلامه بعيط وقول لهم أهو اتفضلوا، لحد دلوقتي ما تعلمتوش من غلطكم وبتضحكوا من غير ما تحطوا نفسكم مكان الشخص المتدمر. أحب أقول لكم إن وسائل التواصل الاجتماعي دي أخطر سلاح ذو حدين، وصحيح إننا ممكن نتواصل مع بعض ونتعرف على بعض أكتر من خلالها، لكنها في حالات كتير بتكون أداة عنف ورصاص بيقتل الناس ببطء، وده لو حد اتنمر على حد أو حد اتهم غيره بالباطل من غير ما يكون معاه أي دليل، وعلشان كده لازم كل واحد مننا يبدأ ويصلح من نفسه. استخدموا عقولكم وقلوبكم ومشاعركم بنشر الخير علشان ما يحصلش لحد زي اللي حصل للطالبة رينا. وبيختم الأستاذ هيراجي ويقول لهم إنه بيتأسف لهم لو كلامه زعل حد، ويودعهم ويقول أشوف وشكم بخير وأنا كده درسي خلص. في الوقت ده الطلاب قدروا يفتحوا طريق، لكن هيراجي كان طلع على السور وعلى لحظة كان رمى نفسه من فوق، لكن كيانو بتجري عليه وبتلحق تمسك إيده، فبيقول لها نفس الكلام اللي قالته رينا ليها بإنها
تسيب ايديه، وبالفعل كانت خلاص هتسيب ايده، لكن كاي وبقية الطلبة بيتجمعوا يمسكوا ايديه وهم بيعيطوا ويصرخوا ويقولوا مش هنسيبك تموت، وفعلا بينقذوه ويشدوا للسطح مرة تانية، وبيقف وبيتكلم مع كانو اللي بتموت نفسها من العياط ويقول لها انت ما سبتيش ايد رينا بمزاجك، انت كنت عايزاها تعيش، ايديك الصغيرة دي فضلت متمسكة برينا لحد اخر لحظة، وعلشان كده ما تلوميش نفسك تاني، انت عملتي اللي عليك. وبيبص لبقية الطلبة ويقول لهم انا كده فعلا درسي خلص. واما تاكيتشي فبيعيط وبيتأسف لخطيبة هيراجي ويقول لها انا عارف ان اعتذاري مش هيصلح اللي فات، بس انا ندمان وهتحمل المسؤولية وعايزك ترجعي لطبيعتك وما تعمليش زي رينا. بعدها بيطلع جونجي ويلبس هيراجي الكلبشات ويقول له انت رهن الاعتقال بتهمة الاضرار اللي عملتها في المبنى واحتجاز رهائن وجرائم تانية. ولما بينزلوا يشوف خطيبته حالتها بقت احسن بكتير وبتشكره على اللي عمله عشانها، فبيقول لها انه مبسوط انها رجعت اخيرا لطبيعتها وهو ده اللي مهم عنده. واما الطلاب فبيروحوا كلهم وراه وبيقول لهم مبروك عليكم التخرج، علشان كده انا اطمنت خلاص على مستقبلكم. ونروح لبعد التخرج لما الطلاب بيخرجوا من المدرسه وبيتكلموا عن الاستاذ هيراجي وانهم استخدموا الفلوس اللي جمعها على التطبيق للطلاب اللي ظروفهم صعبه علشان يحققوا احلامهم. واما كانوا ففضلت في الفصل قدام صوره هيراجي بتتكلم معاه وتحكي له على اللي حصل بعد موته، وبتقول له انها تفضل فاكراه لاخر يوم في عمرها، وان العشر ايام اللي علمها فيهم الدرس كانوا احلى ايام في حياتها وبتدعي له بالرحمه. وقبل ما اختم بتمنى من قلبي يكون في مجتمعنا العربي مدرسين زي الاستاذ هيراجي، واكيد معهم طلبه يقدروهم ويفهموا كمان ان دروس الحياه في الاخلاق والمعامله الانسانيه هي اللي بتعلي البني ادم، مش شهاداته ولا مستواه التعليمي. واخيرا وبما ان من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فميزه الشكر هتلاقوها على شكل قلب تحت الفيديو، وما تنسوش تعملوا لايك وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم وتفعلوا جرس الاشتراك على خيارك كله عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.